سبحان الملكي الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس رب العالمين الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك ونعوذ بك من النار سبحان الملك والملكوت سبحان العزة والعظمة والكثرة والكبرياء والجبروت سبحان الذي ملك يحيي الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان الملك والملكوت سبحان العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار والصلاة سنة الأولين جامعة أجركم الله رحمكم الله غفركم الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر إلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يعلم بما غفر ربي اجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعد من جود من السماء ما كنا منزلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يتم يوصل لك كانوا يستهزئون أولما كان أهلنا قبلهم يقولون أن منهم لا يرجعون وإن كل لما جميعوا لدينا محضر وعيدا لهم الأرض ميدا حين أخذنا منها حبة فمن يقتلون وجعلنا في جنة نخي وعنا في الجنة في يوم يأكلون من ثمرها ما عمل إذا فلا يشكرون سبحان الله خلق الرزق كل ما تنبت أرض من أنفسهم ما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلم منه النهار فإذا هم مظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقضي عزيز عليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون يقضي الشمس ينبغي لها ان تدرك امر ليس نقول كل في ملك يسبحون وآية لمن حملنا ذرية في الفلك مشحون وخلقنا لهم مثل ما ركبوا ان شئنا نغرقهم ولا صديق لهم ولم ينقض الا الرحمن بنا متاع الحين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيه من آية من آية وبين لكانوا عنها معرضين واذا قيل لهم فما رزقهم من قال لكم الذي امن رجع ولو شاء الله تعمل عن الله في ثلاث مبين ويقول متى هذا ان يكون صادقين ما يدل الا سحابه استديون دوسيد ولا إله إلا مرجع ونفق في السوء إذا مجد لربي مسلون إن كان إلا سيحد واحدا فإذا جميع لدينا محذرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خلود الله النعمة وغفرة الرحمة وعافية السلامة. لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا الجميع محضر فاليوم لا تظلم نفس شيئا وتسوء إلا ما كنت تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواج في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ما يدعون. سلام قولا من ربي رحمة ممتازة لما أيها المجرمون. على ما عهد إليك يا بني آدم لا تعبد الشيطان إن العدو بمبان يعبدون هذا الصراط مستقيم ولقد أضل من يكن جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنت تعدون. استوحى لما يكون تكفرا لم نختم على أفواه مكلمون أيدي الشيء أرجو ما كان يكسبون. ولو نشاء لتمسنا على أعين فاستبقوا السواء أن يبصرون. ولو نشاء لمسكت على مكانهم مستدامين ولا يرجعون. ومن نعم من كسب الغفا يقلون ما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر القرآن مبين لينذر ما كان حيا وحق القول على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشاريع فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستنصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنوا إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان خلقنا من نطفة في خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من حي عظام وهي رمي قل حيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر نار فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا خلاق عليم إنما أمره إذا رأى يقول لكم فيقول سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصافات صفا فالزاجرات زدنا فالتاليات ذكرى إن إله كل واحد رب السماوات والأرض ما بينهما رب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى من الأعراق ضفوا من كل جانب حور ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطبة وشهاب ثاقب فاستثيم ومشتخل لما خلق النخل من دين الله زب العجب ويسقون ذكرات وإذا رؤى تستخدرون قال ما هذا لفكم مبين أي متنا كنا ترى وعيدا إن لهم مبعوثون أو آباؤنا قالوا نعم قالوا نعم إن دخل إنما يزجرت واحد من ذقار يا بينا هذا يوم الدين هذا ينفصل لكم المكذب وحشد المزوى ما كان يعمى من دون الله فهد من الصراط الحفق فإن مسؤول مالك نتناسب قبل اليوم فقبل بعضنا بعد تسارا قالوا إنكم تأتوننا عن اللي من قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان عليكم من سلطان ملكون قوم طاغين فحق علينا قلوبنا إنا لذلك فاقوين إنا كنا قائبين يومئذ في العالم مشترك وإنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا يقيلون لا إله إلا الله استبيقوا إن لذلك أهل الشهر مجنون بل جاهد وصدق المرسلين إنكم لذلك العذاب العليم فما تجزون إلا ما كنت عاملا إلا عباد الله مخلصين ولا يغلب رزقهم مع الله فبارك يوم كفت إلا الذين نعي على سلم طوابين يطوف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشهر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعين قاصرات ترفعين كأنهم بيض مكنون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال إنني كان قليل يقول إن لم المصدقين أين متنا كنا ترى وعيدا إن المدينة قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرأى بسواجه قال الله إنك لتردين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رضي الله عنهما وغفرته ورحمة وعافيته وسلامة. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين فما نحن بميتين إلا موتنا ولا ما نحن بمعذبين. هذا لو الفوز العليم من هذا فليعمل العاملون على لخير نزم الشجرة تزق بنا جعل فتنة للظالمين إن الشجرة تخرج في أسفل إن دلعك عن رؤوس الشياطين فإن الآكلون فما لهم من نبوث من لهم على شوب حيث من مرجعون يدعين فأب ضالين فهم على أثارهم يهرون ولو ظل قبل أرسلنا في موضع إلا عباد الله مخلصين وتركنا عليه في سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إن كذلك نجزي المحسنين وإن فعل من الصالحين ثم أغرقنا الآخرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء بقلب سليم قال لقوم تعبدون أتدعون بعلا وتذرون أسفا الله رب رب أبا يوم الفقد وإن الحمد لله عباد مخلفا رب أن يذروا من أمي وقبل الزفون قال تعبدون ما تنحيوا الله خلقوا ما تعقالبون البنيان والقوه بالجفاء أرادوا بك يجعلنا أسفلين قال إني ذاهب بس يهدي ربي هب من الصالحين أبشرنا بغلام حليف لما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فأرض ما ترى قال يا أبت افعل ما سجدني إن شاء الله من الصالحين فلما أسلم أدلوا الجميع ونادينا قد صدق الروح إنك ذلك نجد محسنين من عباد من وفديناهم بذبح عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين وعلى كل ملك وعلى كل عبادك الصالحين وعلى آل طاعتك أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المكرمين وعلى كل ملك وعلى كل عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
كل عبادك الصالحين وعلى عبادك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك. اللهم شرفنا بالتقوى وجملنا بالعافية وارزقنا الجنة ولقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خليفة رسول الله بالتحقيق خير البشر بعد الأنبياء بالتسليم أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. لله الحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين من عباد مبشرين أسحاق نبيه من الصالحين وباركنا عليه وعلى أسحاق من ذرية محسن وظالم نفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون نجينا قومك بربيع ونصرنا من غالبين. وتركنا عليه في الآخر سلام على موسى وهارون إن كذلك نجزي المحسنين من عباد إن ليس من المرسلين إذ قال قومي يتعبدون تدعون بعلا وتستغفرون ربك فكذب إننا محضرون إلا عباد الله مخلصين. وتركنا عليه في الآخر سلام على إلياس إن كذلك نجزي المحسنين إن من عباد المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن الجن وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغار ثم تم الآخر إن لتمر على مصبح بالليل فلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى في المشي وسام فكان المدحضين فالتقم الحوت ولولا أنك سبيل لبث في بطن إلى يوم يبعثون. فنبذنا بالعراء وسومتنا على شجم ورسلنا إلى 100,000 أو يزيدون. أمر متعنا لحم واستفتهم لربك البنات ولهم بنون أم خلقنا ملائكة إذا أصبحوا شاهي على أنك ليقول الضلال كاذبون. أسف البنات على البني ما لك فتحكم من سلطان فأخذ بكتابك وأنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علم سبحان الله عما سوى إلا عباد الله المخلصين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفضل الله من هو صالح ما منا إن القوم معه منا الحصاب إنا نحن مستبحين كان يقول لو أن عندنا ذكر من عمل كنا عباد الله مخلصين فكفروا به سوف يعلمون لقد سبقت لكلمة للعباد المرسلين وإن لهم مصرين نجون لهم الغالب فتولنا حتى حين أبصرهم ومسلمهم يبصر فبعدها يستعدلون وإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين فتولنا حتى حين أبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صار القرآن الذي تكفل إليك فلا في عزة وشفاء كما أهلك من قبل من قال من أدوك فلا تحين من أسوأ عجب أن يموذر من قال كابر هذا ساحب كذب أجعل آلة إنه وحين هذا شيء معجب وأن طلق الملو من المشوص فعل أنها شيء يرى ما سمعنا بهذا في ملة أحنا حالنا قلت لا وضع على ذكري والشك من ذكري بل لك ويذنب على أعين فذلك فكذب عجبها أمر ملك السماء وأكبر ربنا التقص قبل الله أمر المحس وحدة فالنقبة ونوح وعافر عن الأوضة وثم أصحاب لا إله إلا الله الله أكبر
முதல் ரக்காஅத்தில் சஜ்தா செய்யப்படும். அல்லாஹு அக்பர். الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والطير محشورة كل له وهو شدنا ملكه أعطينا حكمه وفصل الخطاب وهذا ما خص تسبب حرام يدخلوا على داوود ففزع من قالوا لا تخص ما نبغى بعض لما حكم بين المحو تشري واهدنا سواء أسرى إن هذا آخر وتسوى تسنى عادة نعقب في نعز في خطاب قال الله قد ألمك بس أنا عادة إنا وإن أخذ مخلطة يبغي بعض لبعض إلا الذي آمن وعمل الصلاة قليل ما مضى النداوة فتنا استفى بخرك وخرك يا واناب. الله أكبر. الله أكبر. يا داوود إنا جعلنا خليفة في الأرض حكم بين وتتبعه في سبيل الله إن الذي اتبع سبيل الله وله عذاب شديد ونصيب من حساب وما خلقنا السماوات والأرض بينهما باطلا النور لغير الكافرين من النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض نجعل المتقين كالفجر كذا أنزلنا المبارك للدبر آياته ولتذكر الألباب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد وعبد وعراسي صافنا الجيد وقال بنا حب الخيانة كريم حتى توارد بالحجر ردوها عليه وتفقنا سمع السوء على وقال فتنا سليمان قينا كرسي جسد ثم قال بفر لي وحب الملك لم من أحب إنه نوهب وآخرين مرجع آخرين هذا أعترف من أمس بغير حساب إن هذا لرزق منا فاد ووهبنا أيوبنا ووهبنا له أيوبنا على المسنة الشيطة من اسمه عذاب ورقود برجلك هذا مقدس المبارك شو هذا ما وهبنا له وهو مثل ما رحمة من عند ذلك لأولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وخذ بيدك غدا واضرب بها تحنن وجنا صابر نعم العبد واذكر عبادنا ابراهيم اسحاق ويعقوب اولي ابي وصالحنا خلصنا بخالتك وإن عيد الأسر الفاعل أسلم أعوذك إسماعيل بل السيع ولكم كل من حقيا واذكر عبادنا أيوب إنا أن مساء الشيد بسوء عذاب جنات عدن مفتحة لهم ومتقين فيها دعون فيها بفاكس وشرب هذا ما توعد من حسين هذا لا رزق من نفاذ هذا فلذوق حبيب مغصى جهنم يسلون بس المهاد هذا فلذوق حبيب مغصى واخم شرز هذا فوج مقطع يحمل الامر رحمه بكم انتم قدمتم استقرار وجعلوا لله اندادا ليذن سبق قدمت من مسير ان قل لعباد الله من اتقوا ربكم قل لعباد الذين امنوا اتقوا ربكم ليوم التلاق الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتخذنا مسخين امزاقا ونبصين ذا لحق تخاصوا اهلنا قل انما نموت ما من اله الا واحد قهار رب السماوات والارض عز وفقل لنا العظيم اعد لهم معرضا وما كان لهم من بالعرض وسمي يوحى ان من نذير مبين ان قال ربك للملائكه اني خالق الشمين تو يثبتون فوقت من روح فقعوا له ساجدين فاستجب ما قلنا الا ابليس استبغى الكافرين قال يا ابليس ما منعك الا تزمت واستبغى الكافرين واخرج قلبك من النادي بان علي لعنه بطلب هذه الى يوم يبعثون قال فانك مما تقال فبعز الاغوى الا عبادك من المخلصين قال فالحق حقا قل ام لا انا جهنم اجمعين قل ما اسالكم عالم الجوم انا متكلف الا من هو صالحين وتعلم ان ربه بعد حين الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده يسوع الله من قبل دم البدر يدعو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده يسوع الله من قبل دم البدر يدعو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم بحمده أسألكم رب من كل ذنب قد يتوب أتوب إليه الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربنا ارحمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلق الميعاد
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق وعبد الله مخلص له الدين للذين خالص ولا تخفي دولية ما نعبد إلا قرب زلفى إن الله يحكم بين المقيم فيما كانوا يختلفون لو أراد الله تعالى لنصب بما سبحانه والله ها خلق السماوات والأرض بحق يكبر الليل على كبر على سخر الشمس وكل شيء مسمى على له العزيز الغفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وأنزل لكم من أنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لمن سمع بصارف فقل لمن تشكرون إن تكفر إن الله غني عنكم لا يرضى لعبادكم إن تكفر يرضى أن تسبى في أخرى ثم يرجعكم إلى بما كنتم تعملون عليهم وآتي الصدور أفي مسني ثر دعا رب منيب ثم يخبر نعمة بالنسي ما كان يدوق بل جعل الأنداد الذي يدون سميع قل هل استبي الذي يعملون والذي لا يعملون ذاك الباب قل عباد الله ما تقول رب لله سمعت حسب أرض الله بس إنه يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما أميت أن أعبد الله وأتوب إليه الويل مكة وقد أنزلنا حكما عربيا ولني تبعه من بعد ما جاء إنني من الظالمين قل أخاف قل أن أعبد الله وخلفه ديني فأعبد ما شئتم من دوني قل إن خاسر إني خسر أنفسه أهلي غير على ذلك خسران مبين لو من فوق ذلل من الله تحدد لا يخفف الله به عبادي عين فاتقون الذين تجب الطاغوت عبد وأنا إلى المشبش عباد الذين استمعوا واتبعوا أولئك هل أهدى الله في بهدى أولئك على الباب أفمن حق عليك لم يضل أعداء فضل مكة لكن الذين تغرب غرفي موقع غرفهم من تجد لكن الذين تغرب الغرفة من تجد لكن الذين تغرب غرفة من تجد لن تجد أن النهار أن فيها وعد الله أن يخبر بميعاد ألم تر أن الله من السماء انفصل ونبيع في الأرض بخزرع مختلف في شفاء أن في ذلك الآيات لأولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفما شرح الله صدره للإسلام وهو على نور من ربه فبين قوى قلوب ذكر الله أولئك هم ضلال مبين. الله نزع أحسن حديث كتاب متشابه مثلا تقشع من الجلود الذي يخشى ثم تلين الجلود وقد ذكر الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم الألباب. وقرآن عربي لقد ضربنا إن فيها قميق مثلا ولقد ضربنا إن فيها قميق مثلا العالم يذكرون. قرآن عربي لا وقرآن عربي غير ذي عباد العالم يتقون. وضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكين أرض السلم وضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكين ونورد نساء ربنا يريد حل السماء مثلا الحمد لله إنكم أجد إنما يتم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك رادين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء الصابرين تحت لواء حبيبك ونبيك وصفيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لائذين وإلى الحوض واردين ومن سند استبرق متلابسين ومن حور عين متزبجين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين أكواب وأباريك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من السعداء المقبولين ولا تجعلنا يا الله يا الله يا الله من أشقياء المردودين. اللهم إن لك في كل ليلة ميال لشهر رمضان عتقاء وطلقاء وأمناء وخلصاء فاجعلنا يا ربنا من عتقائك وطلقائك وأمنائك وخلصائك من النار رفع عند الحساب. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أصبح الله عليم الهيئة جاهل الورع إمام المشارك